ماي بوك يقوم بأخذ تفاصيل عن الطفل من خلال التواصل مع الأم تحديدا. بعد هيك بنصير قصة للطفل، والقيمة المضافة عندنا في مشروعنا أو في القصة هو وضع صورة الطفل الحقيقية في تصميم كرتوني. السيناريو كله مستوحى من طبيعة الطفل ومن الأمور اللي هو بحبها. ماي بوك ما بدأش فكرة مشروع، إنما كانت شغلة خاصة بنقوم فيها أنا وزميلتي فداء الباز في بيتنا، بنطبع في المكتبات بندي لأطفالنا. انطلقنا من خلال تصاميم بسيطة في البداية، سيناريوهات بسيطة، كنا فقط قصص أطفال. بعدك تطورنا حتى صرنا نعمل مجلة، عملنا كتب تعليمية، عملنا كتب ثقافية، عملنا فعاليات للأطفال، الناس صارت كتير واثقة فينا. من أهدافنا الأساسية إنه بدنا نبعد عن الأجواء الإلكترونية حتى يقدر إنه يحب القراءة أكثر، ويحب برضو التعلم والحل والتفكير أكثر من جلوسه على التطبيقات الجوال والأمور الإلكترونية هذه اللي بتشتت تركيزه. كأي أم دايماً ببحث عن الأفضل لأطفالي، ومن صغرهم كنا كتير معتمدين نظام القصة ورواية القصة، وحتى كنا نخترع قصص على أساس تعدل سلوكياتهم. ماي بوك أضافت إنه يكون طفلنا هو بطل القصة وتكون القصة موجودة بصورته، وهذا الشيء كان فكرة جديدة من نوعها. أطفال كتير تشجعوا لهذه الفكرة وأضافت كتير لثقافتهم ولأسلوبهم لحبهم للقراءة، لأنه لم يأخذها في المدرسة. قال أنا أجبني يا أحمد.